مش محدد الشام في الفيسبوك كل وقتلني. كما شفتوا في الانترو نتاع الفيديو اليوم باش نحكيو على الانترنت. الانترنت والريزو سوسيال بصفه عامه ولاو الناس ما نجموش يعيشوا بلاش باه. الواحد من الناس كان تقص على الانترنت نخلق انترنت. وقت اللي دخلت الانترنت في تونس بالنسبه لينا نحنا كانت حاجه عاديه، اما بالنسبه لوالدينا كانت حاجه ماهيش عاديه. كيف تقول بوك دخل الانترنت الرياكسيون نتاعو تكون بابا بابا دخل الانترنت. دخلت الانترنت And his name is John C. ومع تقدم الزمان وتطور الاجهزه الالكترونيه والاقمار الصناعيه او الكونيكسيون تاع تونس مازال ترزين. بلي تصوروا كي جات الكونيكسيون تاع تونس انسان زعما كيف تكون. صحيح الكونيكسيون زين، اما ساعات تقص جمله، ساعات تقص في وقت من الاوقات، وقت معني كان تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك تونسي تيليكوم. ساعات تبدا تحكي مع طفله تقول لك توحشتك، تجي انت باش تعبر على المشاعر نتاعك، تقول نحبك توحشتك، وفي اللحظه ذيك الكونيكسيون تقص. والمشكله هنا انك خليت لها فيو. بخلاف هذا الانترنت ولات حاجه اساسيه في كل دار، ما عادش نجموا نعيشوا بلاش بها، من كثر ما استانسنا بها. ساعات نقول كيف كانوا عايشين قبل من غير انترنت، سورتو وقت كانوا يعطيهم لي بروجي في القرايه، زعما بالرسمي كانوا يقراو كتب. كي تجي تشوف الانترنت هي الحاجه الوحيده اللي فايتين بها لوالدينا. اما بما ان العالم قاعد يتطور يمكن نهار اخر اذا احنا عرسنا وجبنا صغار ان شاء الله علاش ليه؟ كنا بالطبيعه باش يكونوا فايتين بحاجه كما احنا فايتين والدينا. نحب نعطي جرون ميرسي للناس اللي عاونوني في الفيديو هذا، صبري بسيط، راغب عبد القادر ومعاذ الرمضاني خويا، نعطيكم جرون ميرسي خاطر عاونتوني، يعطيكم الصحه فريمون، يعطيكم الصحه على الاخر. حسب لهنا يكون وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تعملوا لايك اذا كان عجبكم الفيديو، واعملوا ابوني على الشين يوتيوب، عملوا شير على الفيسبوك، وسينو قاعد كان نقول لكم كان تشاو تشاو يا لا بروشين. تراي جراخي برا بوت برا ترى مخرج من ورا الشجرة ديك سي بون قطع un deux trois quatre cinq et six